اليوم راح أعمل القراءة العامة لبرج القوس. طبعا راح تكون قراءة عاطفية والعمل والصحة. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. طيب برج القوس راح تكون طاقتك هون. شكلك أنت في طاقة نارية، هي يعني طاقتك. أنت شوي متجمد المشاعر، وانت شوية حازم وعندك قوة، وكأنك مارق عليك كتير، وكأنك في وقت نضوج، نضوج عقلاني ونضوج مشاعر. ويمكن انت حاليا في زواج او ارتباط او في عمل، وحاسس نفسك انك انت نضجت، كأنه مارق عليك اشياء كتير وانت حاليا في نضوج. انت احتمال تكون في ارتباط، في زواج. للبعض منكم احتمال هذا الشخص رجع لكم اللي انتم بتفكروا فيه، واحتمال انتم شايفينه هو دخل في زواج اخر غيركم انتم، او دخل في علاقه غيركم انتم. احتمال انتم حاسينه انه هو الشخص المناسب لكم لزواج. الشخص هذا شكله عنيد جدا. كمان أنا شايفة هذا الشخص مهتم في عمله وإنجازاته. الشخص هذا مارق برحلة، هي رحلة الإنجازات والاهتمام في النفس والاهتمام في الذات. الشخص هذا شكله محب لنفسه. الشخص هذا يمكن طلع مؤخرا من علاقة، أو خرج من موضوع زي زهق منه وترك المواضيع كليتها وتقدم للأمام. احتمال هو خارج من ارتباط او خارج من عمل، لكنه هو مبسوط من خروجه من هاي العلاقة او من هذا العمل. خلينا نشوف. غيركو خط النصيحة. نصيحة لبرج القوس هون بيحكوا لك ask your angels، اسأل الملائكة. شوف not the time، الوقت مش مناسب. هناخذ لك كمان كارت، حس هيك قلبي بده، لازم اخذ لك كمان كارت. بيحكوا لك انه في غضون الأشهر القليلة الوقت مش مناسب، لكن في غضون الأشهر القليلة راح نشوف شو بيصير من خلال قراءتنا. شوف الرومانس. healing family assets، لازم يصير شفاء او معالجة مشاكل اسرة. ممكن انه حياتك رح ترتاح لما يصير في شفاء اسري. احتمال انت شخص مثلا متزوج وعندك مسؤولية منزل، او عندك شخص مسيطر في المنزل وانت زي غضبان منه او ماخد موقف منه. احتمال الشخص هذا متزوج وقصته واقفة انه يكون عنده اطفال، وهدول الاطفال بدي احكي لكم انهم مش مسامحين او زعلانين منه، وهو غادرهم، ترك الأطفال وترك المنزل وغادرهم. احتمال it is for you to love. هم بيحكوا لك من الآمن أن تحب، يعني يفتح قلبك للسلام وإعطاء أكثر طاقة من الحب. هو أمان إنك تحب. إذا الشخص هذا مثلا طالع من علاقة زواج ووراء أطفال، بقول لك هو آمن أن تحب. شوفوا كمان
الشخص اللي طالع من شيء، إما عمل أو زواج. طيب هون بيحكوا لك في خيارات عديدة وقرارات غير تقليدية، سلسلة طويلة في ليلة واحدة. يعني خيارات وأشياء عديدة لازم تاخدوها في ليلة واحدة، هي اللي هي المفاتيح. هون بيحكوا لك اختيارات صحية واتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة، وحب الذات والرعاية الذاتية، ولازم تكون أكثر سعادة. ففي خيارات لمصلحتكم لازم تتخذوها في الوقت حاليا هذا، أو الوقت مش مناسب إنه تاخذوا خيارات. خلينا نشوف، القراءة أول شيء. طيب الشخص هذا حاليا مشغول في عمله، الشخص ده مشغول في شيء، إما في عمله أو مشغول في أشخاص آخرين مثلا كالعائلة كزواج، أو بيفكر في مثلا بيحكوا لك في تسامح للأطفال لازم يصير أو أسرة. فاحتمال إن الشخص هذا المتحير في أسرته بحاول يوازن أسرته وبحاول يراضي الأطراف. الشخص هذا فيه عنده مشكلة إما في الأسرة، شخص إما هذا متزوج أو مرتبط بأسرة تقليدية وبتحب كل شيء في العائلة، يعني تمشي عادات وتقاليد. طيب الشخص هذا شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شايفك انك انت شخص عملي جدا وانت حققت انجازات سريعة، لكن انت اثناء تحقيقك لهذه الانجازات كنت صارم. كل شيء في عملك، في الحياة عامة، في المشاعر، في الحب، كل شيء كنت صارم. وانت شخص مرتب، مرتب جدا، وبتحب كل شيء في دقة، وبتحب انه اللي قبالك يقنعك بعقلانية، مش انت مش حيالله كلام يقنعك، انت مش سيخ خداعك، وشعر انه هو مش قادر يخدعك، وانه هو اذا بده يتقدم لك بده يعني بده تكون الاحداث مقنعة الك. شافك شخص هو حبك، الشخص ده معجب فيك جدا، احبك الشخص ده، لكنه شايف عندك شروط لعلاقتكم عشان تتم، وشافك انك عنيد وشخص انت محقق كل انجازاته واحلامه وطموحاته، وشافك عقلاني جدا جدا لدرجة انك انت شاعر من ناحيتك الاسف سود، يعني شاعر انك انت شخص ما بقطعش فيك الاشياء الخداعية، يعني مثلا يخدعك بشيء انت طوال بتدور في المواضيع وبتحقق وبتعرف الحقيقة من الخداع. طيب هو شو انت في عقله الباطني؟ نشوف انت في عقله الباطني شخص مرح جدا، وشخص بتحب الحياة، شخص مغامر، وشخص بتحب السفر. احتمال انت بتسافر من دولة لدولة او متنقل، يعني عامة انت متنقل، شخص هادي ورزين وثقيل. شافك انك انت بتفكر في الاحداث لكن بروية، مش متسرع. شافك انت لبق في الكلام كتير، وانت الكلام اللي بيخرج منك بيكون بعفوية، لكن انت بتكون قصده. شافك يا برجك مرح وبتحب الحياة، القوسيك مرح وبحب الحياة وبتجاهل كل شيء يؤلمه. وشافك هيك انك بتتجاهل كل شيء يؤلمه، بتغيب مثلا يوم، بتعالج نفسك من كل شيء حدث في اليوم هذا، بتقفل كل شيء وبترجع لحياتك الطبيعية. يعني اذا صارت مشكلة وقتي انت بتنهيها، بتفكر فيها، مثلا بتعمل مديتيشن او تعمل حالة صمت في حياتك في يومك هذا، وبتفكر في كل الأحداث اللي صارت، وبتقوم مطمش كل إشي وبتمشي بحياتك عادي ولا كأنه صار إشي في حياتك. شايفك نشيط جدا جدا، وشايفك أنت بتحب السفر والتنقلات، وشايفك يمكن أنت شخص مشهور أو في شيء أنت عامل فيه شوية مجازفة، لكن وعارف أنك أنت مجازفتك
انت بتكون متاكد انها رح تنجح، صح؟ انت مجازف، لكن مجازف على شيء انت متاكد وواثق منه انك رح تنجح. لا، هو شايف انه العلاقه هي ثلاثيه، اما من طرفك انت يا برج القوس او من طرفه هو. انا شايفك انت مرتبط وهو مرتبط، يعني احتمال تكون علاقه رباعيه كمان. الشخص هذا بواجه مشكله، هو شايفك انك انت بتحب العلاقات كتير ولما حواليك ومتخربط فيك. هل انت بتحب الاستقرار مثلا او بتحب العلاقات؟ هو مش فاهمك، الشخص هذا مش فاهمك، هو شايف انه انت في حدا متحكم في هذا الشخص، اما من اسرته مثلا عارضين عليه يتزوج من الأسرة نفسها، عارضين عليه عرض مثلا يتزوج من الأسرة نفسها، هاد شرطهم مثلا، هو قلقان يرضي الأطراف جميعها. احتمال إنه يكون الأب مسيطر عليه أو الأخ الكبير مثلا، هو بده يتزوج بنت أخوه، بنت عفوا مثلا بنت خاله، بنت عمه. في شروط في العلاقة أو في تدخل أطراف زي منعين إن هاي العلاقة تتم، والشخص هذا مش موافق على اللي بيسووه مثلا الأطراف التانية، الأسرة. أنتوا في عندكم مشكلة في الأسرة، وشايف الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، وشايف إن مفيش استقرار أسري عندكم. أشوف بس شوي، نحس شوي القراءة فيها تدخل طرف مسيطر، يعني شخص كبير، أب، رب أسرة، يعني شخص كبير. احتمال يكون في بعد مسافات بيناتكم، أو أنت من مدينة وهو من مدينة، والأسرة رافضة تاخد من هاي المدينة. الشخص ده شايفش اكتفاء بينكم، او انتوا مش من مستويات بعض، حاسس ان هاي العلاقة ينقصها رضا اسري، وحاسس ان في اي لحظة هاي العلاقة يعني بتتسكر. وشافك شخص متذمر بعض الشيء، يعني شافك شخص متذمر ومسيطر على نفسك، وشخص منفتح على الآخرين، شخص بتحب العدالة وبتحب اللي بقلبك على لسانك. انت بتمسك حالك فترة، ولكن بتعرف تاخد حقك، بتعرف تاخد حقك، شافك انك انت بتعرف تاخد حقك كويس. شافك عصبي شوي ومتذمر شوي، يعني في اشياء بتقلقك كتير. شايفك انك انت زي قطعت العلاقة، قطعت بسبب مثلا دخول اطراف العلاقة، دخول حدا اخر دخل حياتك انت او الشخص الاخر. ما شايف انك انت دخلت في زواج او خطوبة او مع شخص اخر علاقة ورحلت عما تركته ورحلت. طب انت كيف شايفه؟ انت شايف شخص متعب جدا وصامت ودخل طرف اخر، الشخص هذا شايفه انه هو مثلا يعني اتعبت كثير، انت تعبت مع الشخص، الشخص هذا اخذك لفه طويله معاه. الشخص هذا شايف انك انت سبق انهيار عصبي، وانت شايفه انه شخص مش متوازن او مش عند كلمته، شايف شخص صامت ومش راضي يعبر عن مشاعره. انت شايف ان العلاقة وهو شخصيته متعبة، شخصيته متعبة، غامض، متحكم، وهو بده يتحكم في العلاقة، بده اياك مثلا ان انت ترضى معاه فيه مع الطرف اللي معاه. انت شايف ان هاي العلاقة متعبة جدا، يعني كأنها
يعني نفس صبرك في هاي العلاقة. هو شنو يبي حاليا؟ هو ناوي الشخص هذا يسيطر على الموقف اللي هو فيه، عشان هيك بقول لك مش هلا، مش هلا. خلينا نشوف الكروت المصلحة. هو بقول لك انا انك تحب، احتمال انك انت دخل حياتك شخص اخر غير هذا الشخص اللي احنا بنقرا له، لان الشخص هذا بعتقد الهيلينج فاميلي له مش لك. هذا اي رايت تايم، هذا مش وقت الشخص، لان الشخص هذا لسه بده يتباعد ويسيطر على الموقف، يسيطر على طرف ثالث بيناتكم. الشخص ده اما متزوج او دخل علاقة اثناء انتو كنتوا معاه. هون بقول لك اسأل الملائكة، يعني صلي اسأل ربنا انه هل مثلا اذا الشخص ده منيح في حياتي فأقدم اللي فيه خير، واذا في شر يعني ابعدوا عني، ويا رب ما تعلق قلبي فيه. يعني اسأل ربنا، يعني ادري شيء لنفسك. بقولوا لك في الشهور القادمة، الشهور القادمة هذا نيكس. طيب خلينا نشوف هدول شو بيحكوا لك. في خيارات عديدة عندك، انت في حياتك اشخاص غير هذا الشخص، او في طرف مثلا عارض عليك حب، عارض عليك اشي، في خيارات لازم تاخدها انت، في خيارات لازم تاخدها. وهقول لك خيارات صحية. الشخص ده غير صحي لحياتك، الشخص ده إما مرتبط وأنت شايفه مرتبطة فكرة، وصمت عنك وتركك وتباعد عنك. الشخص ده مقرر أصلا يضل بعيد ومختفي، و تعرف الشخص ده شو بدوش يظهر لك شو بصير في حياته أو شو نواياه من ناحيته. الشخص ده ضل مسيطر على نفسه وملتي في اللي هو ملتي فيه، في عنده نقاشات ومواضيع أخرى، في طرف ثالث في الموضوع، في طرف تالت. خليني احكي لكم الابراج. إيه عندنا؟ برج الدلو، برج الحوت، برج السرطان، الاسد، الميزان. هو شايفك حقاني حقاني، ما بهمكش ولا اشي، انت بتنفجر، انت بتصمت بتصمت بتصمت، فجأة فرقة وبتحكي كلمة الحق وبتقطع. انت بتناقش مثلا، انت بتسكتش عن حقك. لو سكت فترة بتكون فيها تخطيط، تخطيط. تابعنا برج الاسد، الاسد، الميزان، الدل، السرطان، الحوت. الشخص هذا نواياه وخطوته في رجوع، فيش رجوع. نواياه انه يخبي مشاعره، يسيطر على نفسه ويسيطر على الموقف اللي هو فيه. هو في موقف لا يحسد عليه من اتجاه الاسرة، الشخص هذا غضبانين عليه أسرته، فبحاول بده يحاول انه يراضيهم. اول اشي اهتمامه انه يرضي الاطراف، يرضي الاطراف اللي حواليه. حاليا هو مشغول في هذا الشيء. هذا طبعا بيعني كل الابراج، برج الاسد، الدور، الصقر او النسر، وبرج العقرب، وهون العذراء. يعني الطاقات كلها متجمعة هون، كل الطاقات موجودة، نارية، ترابية، مائية، هوائية. كلها موجودة. حكينا كل الأبراج. عندك برج الحمل، انت في طاقة الحمل. برج الحمل، انت في طاقة غيظ الحمل، وانت شايف هذا الشخص تزوج او دخل طرف اخر في حياته او مستقر في زواج. فعلا هذا الشخص، الشخص هذا زعلان، ترك شيء وهو زعلان من الأسرة، احتمال من الأسرة، احتمال الطرف. الشخص هذا في طرف. خلينا نشوف الكراش. عموما بقول لك خلال الشهور القادمة، بس في شايف للبعض منكم عروض حب من شخص آخر داخل حياته، وشايف أنا في حدا بده يعرض عليك عرض حب، في عرض حب، في عرض حب، بس انتوا مشغولين في هذا الشخص، انتوا زعلانين منه.
على المتجمدين، حسينا علاقة استنزفت وقتك وصبرك استنزفتكوا هي العلاقة. خلينا نشوف الكراش، في خيارات عديدة حكينا لكم، وشوف انت شو لمصلحتك طبعا يعني. وادعي دايما ربنا انه ما يعلق قلبك بشخص هو مش رح يكون لك. الكراش، انت يا برج القوس تعبان، اكتشف في شخص في علاقة ثلاثية او شخص فرحان وانت زعلان، يظهر لك فرحة وانت زعلان، في شخص تركك قطع معاك، الشخص هذا في معرفة طاحنة. طيب خلينا نشوف الكراش شو مشاعر من ناحيتك، مشاعر انك تركته ورحت، تركته ورحت، شو بقول لك انت زعلان؟ وفعلا مشابك انك انت تركت واختفيت تبعت. طب هل هو بيحمل مشاعر نفس مشاعرك؟ هو بحبك او معجب فيك؟ شخص زعلان من عليك جدا زي ما انت زعلان، هو زعلان الشخص هذا، الشخص هذا داخل فيه مشاكل. طب شو نوايا من ناحيتك؟ نوايا انه يصالحك ويقدم لك اعتذار. الشخص هذا دخلك فيه مشكلة انت كنت بالغنى عنها، الشخص هذا بتذكرك وبفكر فيك وبفكر كيف يصالحك. الشخص هذا نوايا انه اما تجمعكم صداقة او يجمعكم تصالح، يعني بده يتصالح لو حتى بس خلينا اشوف هل راح يصالحك بهذا الشيء. حاليا لا، حاليا لا، بس الشخص هذا في انت اعترفت له في الحب او كان بيناتكم شوية تكريش اعجاب وكلام اعجاب، والشخص هذا زعلك، زعلك وهو حاسس انه زعلك وعارف، وهو بفكر يصالحك وهو حاسس بحنين اليك، في شيء بشده اليك هذا الشخص، عشان هيك هو زعلان، زعلان جدا. الشخص هذا حاليا بمرق في مشكلة، في مشكلة مع في العمل مع اشخاص، الشخص هذا او شايف انه انت اعترفت له في الحب وهو عمل لك مشكلة. حاليا الشخص ده مش رح يعترف، مش رح يعترف. طب هل رح ياخد خطوة مثلا هيك هيك من بعد شو الكشف؟ الشخص ده رح ياخد خطوة لكن بعد تطبيق في الأمور وبعد هدوء نفسك انت، بعد ما تصفى وتهدى من ناحيته. أنا برج السرطان من الكراش. طيب خلينا نشوف عملك يا برج القوس. انت عملك جيد، انت مسيطر على امورك في العمل، انت احتمال تكون طبيب بيطري او احتمال تكون معالج روحاني. خلينا نشوف كيف راح يكون وضع عملك. اوه نايت اوف بنتكل، الكينج اوف بنتكل، انت راح تكون شخص مستقل في عملك وراح يكون مفتوح لك باب مثل باب علي بابا، كنوز علي بابا يعني، راح تكون مستقر ماديا جدا، عندك استقرار مادي جدا، زاد اذا كان عندك انت شخص مثلا صاحب اراضي زراعيه. او انت بتربي مواشي، انت بتربي شيء. طيب كيف صحتك يا برج القوس؟ انت بتطلع، انت بتتشافى وانت مريض او عندك ايه بعد صحيح، عندك وجع بالراس او وجع بالصدر، يمكن انت عندك في المعدة جرثومة انت بتتشافى منها، انت احتمال ان في عندك انفلونزا. طب كيف راح تكون ان شاء الله صحتك؟
لا تمام، ما تهتم، كل شيء تمام عندك في فلوس الحوص، كل شيء تمام. راح يكون عندك استقرار مادي، استقرار أسري، واستقرار صحي، و فيش عندك أي مثلا عثرات صحية أو لا. أنت راح تطلع من الوقت الصحي، أنت عندك إنفلونزا أو جرثومة، يعني إشي بسيط وأنت بتتعالج منه حاليا، بس راح تتشافى وتتعافى وترجع أحسن من أول. فشكرا لكم يا برج القوس. لو سمحت، إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك، فعل الجرس لو سمحت.